السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير للتقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. وحب انوه كمان لجميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالفرصه اللي نتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده. طيب المنحه دي انا ما عملتلهاش مقال مخصوص، لان المنحه دي مقدمه من دوله عربيه وهي دوله قطر، تمام، في الدوحه، واللي مقدم او الجهه المانحه هي معهد الدوحه للدراسات العليا، تمام. المنحه دي موجهه لدرجه الماجستير فقط، الناس اللي عايز تدرس درجه الماجستير متاح ليها التقديم على هذه المنحه، تمام. طيب خليني اشرح لكم المنحه الدراسيه وبالنسبه ايه اللي تكفله المنحه. المنحة الدراسية هي أول نوع من المنح عندنا، هو المنحة دي اللي هيكون عليها الموضوع، وهي المنحة المبنية على الجدارة الأكاديمية، تمام. المنحة دي هتغطي 100% من الرسوم الدراسية المقررة، يعني 100% من الرسوم الدراسية هتكون مدفوع عليك، انت مش هتدفع اي تكاليف خالص، كل تكاليف الدراسة هتكون على حساب المنحة، تمام. تغطية رسوم السكن بنسبة 100%، كمان السكن داخل الجامعة هيكون على حسابهم، انت مش هتدفع اي رسوم خالص. كمان هيكون في راتب شهري، راتب الشهري ده عشان احتياجاتك الشخصية، يعني الطعام ما الى ذلك، فيكون في راتب شهري هيتم اعطاؤه ليك كل شهر. هما ما حددوش الراتب الشهري كام، ولكن المنحة هي اللي بتخصص كل سنة كام بيكون الراتب الشهري، وبيكون راتب شهري كافي جدا وراتب شهري كبير بيتناسب مع احتياجات اي طالب، تمام. اضافة تذاكر ذهاب من بلد الاستقدام، يعني من بلدك انت مثلا هتقدم على المنحة من مصر، فهتاخد تذكرة طيارة او تذكرة طيران من مصر ذهاب وعودة، من مصر الى قطر ذهاب وعودة، يبقى تذكرة الطيران هتكون على حساب المنحة من بلدك الاصلي الى بلد المنحة، تمام. كمان هتغطي لك التأمين الصحي، بحيث لو لا قدر الله حدث لك مرض او حادث هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة، تمام كده. يبقى ده بالنسبة للحاجات اللي بتشملها المنحة ومميزات عديدة: تأمين صحي، تذاكر طيران، راتب شهري، رسوم الدراسة بالمجان، السكن الجامعي. يعني من النادر انك تلاقي منح بتوفر كل هذه الأشياء. بالإضافة كمان لو انت شخص يعني لديك أسرة بتقدر انك تقدم على المنحة دي، ولو تقبلت فيها بتقدر عادي تصطحب أسرتك معاك لأنك بتكون شخص متزوج أو لديك أسرة، تمام. وده بيكون متاح في معظم منح الماجستير والدكتوراه. طيب كده احنا شرحنا ووضحنا المنح. هتلاقوا طبعا هنا في الصفحه دي منح اخرى، ولكن المنح دي يعني مش منح دوليه، هي اهم منحه هي المنحه الاولى اللي هي اسمها المنحه المبنيه على الجداره الاكاديميه، تمام. طيب خلينا دلوقتي نشوف الشروط التقديم. عشان تقدم لهذه المنحه انت محتاج ايه؟ فنيجي للجزئية دي اللي هي تقديم طلب القبول، وهتلاقي كل التفاصيل برضو في هذه الصفحة عن كيفية تقديم طلب القبول، تمام؟ فيظهر قدامنا كل التفاصيل الخاصة بكيفية تقديم طلب القبول. هتلاقي هنا كل التفاصيل. أول حاجة خليني أوضح لكم إن زي ما موضح هنا في الموقع إن التقديم ابتدى من 26 أكتوبر، تمام؟ حتى 15 فبراير 2021، تمام. المنحة دي متاحة لحد 15 فبراير 2021 للتقديم عليها، والدراسة هتبدأ في سبتمبر 2021 اللي هو فصل خريف 2021،
تمام. هنا بالنسبة للأشياء المطلوبة، مطلوب منك في هذه المنحة إنك ترفق نسخة من جواز السفر بتاعك إذا كنت طالب دولي، تمام، كشف العلامات، تجيب كشف درجات البكالوريوس بتاعتك، أو لو أنت في آخر سنة بتجيب، يعني لو أنت مثلا في السنة الرابعة من البكالوريوس ولسه مخلصتش بس هتخلص قبل سبتمبر 2021، بتقدر تقدم كشف درجات لكل السنين السابقة، بتجيب إفادة التخرج إنك يعني الموعد المتوقع للتخرج أو شهادة التخرج بالفعل إذا كنت اتخرجت، السي في بتاعك أو السيرة الذاتية لازم يكون موجود. وهنا مطلوب حاجة، مطلوب يكون معاك شهادة التويفل أو الأيلتس، تمام، أو تكون أنت درست البكالوريوس بتاعك أو بتدرس البكالوريوس بتاعك باللغة الإنجليزية. وعايز أنبه على حاجة، إن المنحة دي يعني لو انت ما درستش البكالوريوس بتاعك باللغه الانجليزيه مطلوب منك تقدم التويفل او الايلتس. طيب واحد ما عندوش التويفل او الايلتس دلوقتي ممكن يقدم في المنحه؟ ممكن يقدم، لان المنحه دي متاح ليك انك تقدم فيها، ولكن اذا مش معاك شهاده التويفل او الايلتس بتحط الموعد المتوقع للحصول على هذه الشهاده. يعني مثلا انت بتقدم عادي ولو تم قبولك ساعتها انت بتقدم على امتحان التويفل او الايلتس، لان ده بيديك حافز انك خلاص اتقبلت في المنحه بس ناقص عندك شهاده اللغه الانجليزيه، تمام. فبالتالي انت ممكن ما توجعش دماغك او يعني تلخبط نفسك بالتويفل او الايلتس حاليا، انت بتقدم عادي جدا وبتحط الموعد المتوقع للحصول على شهاده التويفل او الايلتس. مثلا انا متوقع استنى نتيجه المنحه الاول، وفي سنه 2021 ممكن اخد الامتحان التويفل او الايلتس، تمام كده. فبالتالي مش شرط انك ترفقها، حتى موجود في الابلكيشن موجود if available، يعني لو متاحه معاك الشهاده حاليا بترفقها، مش متاحه خلاص، تمام كده. وبتعمل حاجه اسمها خطاب شخصي، دي مطلوبه منك اللي هو البيرسونال ستيتمنت. ومطلوب في حاجه اسمها نموذج كتابه اكاديميه، ولازم لازم تهتم بهذا النموذج. وهذا النموذج الناس اللي مقدمه على برامج كليه العلوم الاجتماعيه والانسانيه، تمام، بيكون في نموذج كده كتابه اكاديميه زي ريسيرش اكاديمي انت بتعمله، تمام كده. يبقى دي بالنسبه للاشياء المطلوبه. طيب بالنسبه للتخصصات، التخصصات المتاحه في المنحه دي ايه؟ هتيجي هنا من الجزئيه دي وهتلاقي حاجه اسمها الشؤون الاكاديميه، وهتلاقي هنا عندك الكليات، والكليات دي جواها التخصصات الفرعيه. على سبيل المثال مثلا كليه العلوم الاجتماعيه والانسانيه، لو انا جيت ضغطت عليها تمام هيظهر لي دي كليه العلوم الاجتماعيه والانسانيه، وجواها التخصصات اللي انت ممكن تختار التقديم عليها، زي تخصص الادب المقارن، التاريخ، الصحافه، الفلسفه، علم الاجتماع، اداره النزاع والعمل الانساني. يبقى بتلاقي التخصصات الفرعيه. على سبيل المثال لو انا رجعت تاني مثلا واخترت كليه تانية، مثلا سبيل المثال اختار الكليه دي، تمام، كليه الاداره العامه واقتصاديات التنميه، تمام، هيظهر لي برضو البرامج اللي بتقدمها هنا، دي البرامج اللي بتقدمها، تمام، دي الكلية كلية الإدارة العامة، ودي البرامج اللي بتقدمها. يبقى انت ممكن تعرف التخصص المناسب اللي انت عايز تقدم عليه من هنا، من الجزئية دي، وهتلاقي الكليات وتشوف الكلية اللي انت عايز تقدم عليها، تمام. وحتى لو انت تخصصك مثلا مش موجود ولكن في تخصص مشابه قريب من تخصصك بتقدر تقدم عليه عادي، مش شرط يكون نفس التخصص، هم ذكروا كده، تمام. طيب دلوقتي عرفنا كل التفاصيل على المنحة والأشياء المطلوبة وما إلى ذلك. عشان انت حضرتك تقدم لهذه المنحة بتخش على الجزئية دي اللي هو الدخول إلى طلب القبول الإلكتروني، وبتضغط عليها عشان تدخل لصفحة التقديم، وبتعمل تقديم طلب جديد، بتضغط على كلمة تسجيل دي عشان تعمل أكاونت أو تعمل بروفايل على موقع المنحة، بتضغط على كلمة تسجيل دي، تمام، وبتبدأ تملأ البيانات المطلوبة منك في طلب التسجيل. بتلاقي عندك بياناتك الشخصية بتطلب منك زي الاسم الاول، عنوان البريد الالكتروني، تأكيد العنوان، وبتضغط على قدم الطلب، بيوصلك على الايميل بتاعك، تمام، كود التفعيل، وبتعمل بتحط الايميل بتاعك هنا، وبتحط كلمة المرور، وبتضغط على تسجيل الدخول لابليكيشن المنحة، تمام. لما بتضغط على كلمة الدخول او بتحط اسم المستخدم وكلمة المرور بتخش للابليكيشن، ده بقى السكشن، او بتلاقي كذا سكشن حوالي 13 مرحلة انت لازم تملى فيهم الابليكيشن وتملاهم بعناية، والابليكيشن شوية طويل، فحاول انك تملى يعني تملاه بعناية وتحط كل الاشياء فيه. طبعا انا مش هشرح الطريقة او الابليكيشن من الداخل، لان انا بالفعل عملت فيديو سابق السنة اللي فاتت وشرحت فيه كيفية التقديم، تمام. فمنعا للتكرار انا حط لكم الفيديو بتاع السنة اللي فاتت، هو نفسه بالظبط في طريقة التقديم، فانت ممكن تتبع الفيديو التاني وخطوة بخطوة وتعرف برضو ازاي كيفية التقديم في ابليكيشن المنح، تمام. يبقى احنا كده شرحنا
كل التفاصيل وشرحنا المميزات، شرحنا اخر موعد للتقديم 15 فبراير 2021، بس انت تحاول تجهز نفسك من دلوقتي وتشوف ايه اللي ناقصك وتحاول تجهزه. شرحنا ايه الاشياء المطلوبه في الابليكيشن، شرحنا المنحه بتوفر ايه، كل التفاصيل قلناها. فلو حابين تقدموا المنحه يا ريت، واخر موعد تاني 15 فبراير 2021. وما تنسوش حاجه مهمه، ان احنا قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتقدم خدمات اضافيه زي خدمه التقديم لاي فرصه ومنحه انت عايزها. يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحه متاح، وفي خدمه تانية اسمها خدمه تجهيز الاوراق لاي منحه. فطبعا هتلاقي رابط استماره كل خدمه من هذين الخدمتين موجودين في صندوق الوصف اسفل الفيديو، بتملى استماره الخدمه اللي انت عايزها، واحنا ان شاء الله بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. تمام، فكده شرحنا كل تفاصيل المنحه، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.